الحاله ما الله اعلم مش ما كنشوفوش ما نعرفوش شنو كاين ما كنقدوش نقولوا واحد الحاله راه مزيانه ولا عيانه الحاله الله اعلم كيتسول نقول لك راه ولدك راه مزيان صافي اللي كاين كيفاش تشوف الفجعه كيفاش تقبلها تقبلها مالك ما تقبلها تقبلها شي راه حرام هادشي راه ماشي بنادم ما يتقبلها شي لا يتقبلها شي راه ماشي مسلم هذا راه بنادم مسكين راه كل واحد ملاوح بجهه على ولادو كاين اللي كيبات في السبيطار كل شيء كله بايت ملاوح مسكين في السبيطار فين منطقتك؟ انا بجر ملحه شنو ديروا معاهم؟ والدري عندي انا كنعيش في تشازي كنسكن واحد العام تما المهم طاح مع هذا المشكل اللي وقع حتى هو طاح اللي ولا كان المشكل اللي دار معاهم دابا راهم كيصابوا كيداويو كيخدموا داك الشيء تيصبروا حنا ندوزوا داك الشيء ونساليو معاهم ديك الساعه ندخلوكم تشوفوا اللي ولا كاين باش جابوهم لهنا الرباط يعني شنو داروا معاهم يعني باش يحيدوا المتسمم ما اش نقول لك ما حنا ما عرفنا والو ما استفدناش من هذا الشيء باش هادو جابوهم للطبيب دخلوهم لهنايا داروا لك شي تحاليل داروا لك شي وثبتوا من السويسري باش داروا الصفيه صفاروا لك شي داروا دياليز داروا ولدك شويه ولا بحال دابا هما تيقول لك راه ولدي راه شويه فلان فلان راه شويه راه تعال شويه راه مسكين راه ولا شويه باش معنا باش نشوف بعيني مشتوش ما خلاوني نشوف باش الناس اللي توفوا اللي طرات هذا ما كتعرف حتى ما تفاجئنا فاش لقينا شي ابن الكل خاطر كراف مات فلان مات فلان مات فلان ولد مسكين مات كاينه حاله وصافي راه لا حول ولا قوه الا بالله هادشي راه ما كاينه حاله الشباب ديال وليداتكم بحال هكا ملي كتعطيو لهادشي هذا علاش مشاو الدري انا بعدا ملي كنهضر على ولدي انا كنهضر على شي اخر كنهضر على ولدي انا شي في الشمه في ديك البلاصه ماشي احنا ماشي ديالنا هذيك البلاصة بعيدة علينا جيت قنيطة حنا في جرف الملعة وجرف مش مرتو ما عارف انا مش نقول لك اش تما تتصاحب مع الدراري بقى تما توقع واحد المشكل كاين هو شي 30 يعني 30 عام لا ما جوش عزري باقي كوك خدام واش كل يعرف ما عرفتوش انا عام شفتو عام شفتو انا الدري يعني الحق ديال السوق هي خلاتو يصادو يقدر يكون المهم عام شفتو انا كيشرب علاش ما يشربش؟ كلكم كنشرب ما يقالوش هادشي. اه ولا كيشرب ما يمكنش هادشي على الحق وشربوا. ما يتبلا ولا يشرب ما يبدلش تجلس في البلاصه اللي كيشرب فيها راه ضروري يعني هاد الهبر ديالو ديال عام سنة اللي غبر فيها هو اللي خلاني يشرب ولا انت كنت عرفت باش يشرب؟ لا لا ما كنعرفوش كيشرب في الدار ولا يمكن ملي هاد العام ملي ولا يخدم راسو ويقاد براسو ولا يخدم يشرب راسو. ماشي اللي ما حبتيش تهضر مع ولدك تقول لي بركات ما ماشيش فيها تشوفوا. راه ملي كتهضر مع الدنيا ديال اليوم راه ما كاينه حاله دابا راه هو بشغال غايب هادي عام ما شفتوش يعني بعيد عليكم دابا راه عام هادي ما شفتو انا بعيد عليا حتى جاتني الخبر راه بين راه ولدك راه في السبيطار لا واحد القنيطره ايوا عاجين هنا القنيطره دابا انت داخل المستشفى دابا اه داخل المستشفى عند المولاي يوسف باش نشوفو ان شاء الله كيخلوني نشوفو ان شاء الله امين الله يرحم والديك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي